بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. أهلا بكم إخواتي وحبايبي في فيديو جديد إن شاء الله. النهاردة هننفذ فكرة جميلة وهنعمل فيها إعادة تدوير، ودي طبعا مش حاجة غريبة عن قناتي اللي أنا بعمل فيها دايما إعادة تدوير وديكورات جميلة إن شاء الله تنال إعجابكم. فيديو النهاردة أنا عملت إعادة تدوير لزجاجة كلور، نعمل منظم كده سهل وجميل وإن شاء الله هيكون كل الخامات موجودة في البيت. اول حاجه عملتها انا جبت ماركر واخدت كده علام بالخط بتاع الاستيكر اللي موجود على الازازه، وبدات كده ازيل الاستيكر وهبدا ان انا اقص مكان ما انا عملت العلامه ديت بالماركر او بالقلم الفلوماستر. ولو انت حابه ان انت تشيلي اثر العلامه دي ممكن تشيليه بالاسيتون او تشيليه بالكحول، سهل ان هو يتزال. وببدا كده ان انا اقص، عملت فتحه صغيره بالقطر وبعدين بدات اقص بالمقص. هتاكد كده ان كل الاطراف بتاعته متساويه تماما. وهجيب بقى عندي تيشرت قطن كده قديم، انا خدت منه كذا مره عماله اقطع فيه يعني واستخدم منه، عملت معاكم كذا فكره. وجبت كده الحته اللي هي بتاعه الكم الدراع يعني، وبدات ان انا ادخل الازازه بالشكل ده وباخد مقاس بتاعها وباخد السوق يعني العرض بتاعها هيدخل قد ايه. الحتة اللي فوق يا بنات في بداية الكم بتكون طبعا اوسع من نهاية الكم، باخد الحتة اللي فوق وبقص كده بزيادة، يعني انا بسيب كده حوالي 3 سنتي زيادة من فوق، وكمان بقص كمان من تحت. وممكن في الفكرة دي ان انت تستخدمي رجل بنطلون لو انت حابة ان انت تستخدميها على بعضها بدل ما تعمليها قطعتين زي ما انا اضطريت ان انا استخدمها كقطعتين، قطعة من الخارج وقطعة هبطن بيها من الداخل. جبت قطعة من الكرتون وبدأت كده ان انا اخد دوران الازازة عليه بالقلم الرصاص وهبدأ ان انا اقصها، وكمان هقص كمان معاها قطعة من القماش اللي انا مستخدماه بتاع التيشيرت. هحدد كده بزيادة 1 سنتي وبعدين هقص بالمقص لان الزيادة دي اللي هتنيها للداخل. طبعا الفكرة بتاعت النهاردة مش هنستخدم فيها حاجات مكلفة، هي كلها حاجات موجودة في البيت، خامات موجودة عندنا، اي ازازة كلور، اي ازازة كبيرة، اي جيركن بتاع صابون سائل او شاور جل ممكن تعملي فيه نفس الفكرة، وطبعا قطعة كرتون موجودة في اي حاجة، واي تيشرت قديم عندنا مش بنستعمله. هنا دي القطعة التانية اللي انا قلتلكم ان انا هاخدها من الكم، حطيت كده القطعة اللي انا قصتها على الكم التاني وحددت نفس المقاس، وهبدأ كده ان انا اجمعهم مع بعض بالخيط والابرة علشان اوصلهم ببعض. فكرة النهاردة سهلة واتمنى ان شاء الله ان هي تنال اعجابكم، ولو عجبتكم ان شاء الله الفكرة اتمنى ان انتوا تقولوا لي رأيكم في الكومنتات، وتقولوا لي لو انتوا حابين النوعية دي من الافكار وحابين ان انا انفذها قولوا لي ان شاء الله، وانا هعمل لكم منظمات كتير ان شاء الله تفيدكم. ولو انتي اول مرة بتشوفي قناتي اتمنى ان انتي تشتركي بالقناة لو انتي لسه مشتركتيش، وكمان تفعلي زر الجرس على علامة الكل بدل من مخصصة عشان تتأكدي ان يجيلك كل اشعارات الفيديوهات اللي انا بقدمها. وياريت كمان تقولي لو انتي عندك فكرة عايزة ان انا انفذها قولولي عليها في الكومنتات وانا بامر الله انفذها معاكم. نرجع بقى للفكرة بتاعتنا، انا هنا عملت من القطعة اللي انا عملتها مدورة ديت، عملت منها قطعتين، واحدة هحطها في داخل الازازة نفسها وواحدة هحطها في الخارج طبعا علشان انضف بيها القاعدة بتاعت الزجاجة كده. بجمع الاول الاطراف بتاعه القماش بمسدس الشمع، بتنيها بحيث تكون متساويه يعني كده منظمه مع بعضها، ما تكونش معامله كلكعه يعني عشان لما اجي احط الازازه تكون بتقف ويكون الشكل في النهايه مرتب. بالنسبه بقى لافكار النهارده انا حابه ان انا اقول لكم ان انت ممكن تستعملي فيها اي بنطلون جينز، ممكن تستخدمي اي جينز عندك، ممكن تستخدمي كمان قماش الجوخ، عندك بدايل كتير ممكن تستعمليها في فكرة النهاردة. نيجي بقى للجزء بتاع التزيين، جبت هنا حبل، الحبل ده كنت جايباه ب15 جنيه، اللفة دي هتعمل معايا شغل كتير. جبت الحبل وبدأت كده ان انا الزقه على طرف الازازة دي من فوق، وببدأ كده اعمل كام صف بالحبل وبستخدم مسدس الشمع. ممكن طبعا تستخدمي هنا اي خيط مكرمية عندك، ممكن تستخدمي اي حبل غسيل قديم عندك، ليكي طبعا حرية الاختيار في التزيين.
ممكن تستخدمي كمان لو عندك دراع شنطة قديم ممكن تجيبيه بدل ما ترميه وتلفيه برضو على الإزازة ديت. كلها أفكار سهلة وكلها إعادة تدوير لحاجات موجودة في البيت ممكن نرميها، لا احنا هنستخدمها ونعمل بيها أفكار جميلة، ومحدش يتوقع ان دي حاجات معمولة بأيدينا ومن إعادة تدوير مخلفات موجودة. كنت استعملت قبل كده في فكرة قديمة نفس التيشيرت ونفس الأحبال في عمل منظم كده من الكرتون، أتمنى برضو ان انتوا تشوفوه، هيعجبكم الفيديو. انا هسيب لكم الرابط بتاع الفيديو علشان تدخلوا عليه، وهسيب لكم صورته في الاخر برضو، والنتيجة النهائية هسيب لكم صورتها في الفيديو بتاع النهاردة، علشان لو حبيت الشكل هتخشي على الرابط ان شاء الله وتشاهدي الفيديو وتستفادي من فكرتي. نيجي بقى لفكرتنا هنا، وانا بلف الحبل جيت عند الجنب كده، وبعد رابع لفة بدأت كده ان انا اسيب حتة كده من الحبل بحيث ان دي تكون الايد بتاعت الازازة بتاعتنا او المنظم بتاعنا اللي احنا بنعمله، وبكمل كده لف بالمسدس الشمع وبعمل نفس الحركة من الجنب التاني، بسيب كده نفس المقاس او نفس الطول بتاع الحبل وبعدين بكمل لزق الحبل، وده هيبقى شكلها. بس انا هنا بمسكها شوية عقبال ما الشمع بيخلص. جبت عندي كلمة هوم وبدأت كده ان انا ارسمها على ورقة، وجبت قطعة من الفوم اللون ابيض وحبيت ان انا ارسمها عليه وقصتها بالشكل ده وفرغتها. هبدأ بقى ان انا اثبتها على المنظم بتاعي بمسدس الشمع، ودي كانت فكرتنا النهاردة، عملتها منظم للشرابات بتاعت البنات، وممكن تعمليها كبوت للزرع، ليكي كذا فكرة وكذا استخدام، كل طبعا حسب استخدامك. وده البوكس اللي انا كنت نفذته معاكم قبل كده من نفس التيشيرت، طبعا لو حابين الفكرة هبقى اسيب لكم الرابط وادخلوا شوفوه، وما تنسونيش بقى في اللايك والشير والاشتراك في القناة، واكتبوا لي رأيكم في التعليقات. أترككم في رعاية الله وأمنه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.